السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم غندير معكم إن شاء الله العسل بسكر ديال القالب أو السنيدة أو لا سكر طوب، يعني في أي حالة درتو كل شيء يجي مزيان إن شاء الله. كتبقى غير الطريقة كيفاش خاصكم تتبعوا الطريقة من البداية إلى النهاية، ما تفلتوا حتى شي لقطة باش إن شاء الله ينجح معكم هذا العسل. غناخدو هذا القالب كيوزن 2 كيلو. كما كنعرفوا كل 2 كيلو ديال السكر كيهز إطرو ديال الماء. الا بغينا نديرو غير كيلو ديال السكر او السنيده او السكر طوب غنديرو نص إطرو، يعني 2 كيلو في إطرو، كيلو في نص إطرو. بسم الله. تقدروا تهرسو عاد تحطو، انا غندير دابا هكا حيت ما مزروبش عليه. غنصوبو دابا. خليو اللي ما مزروبش يديرو في الصباح وخليه حتى العشيه باش يكون داب كامل، عاد نحطوه فوق البوطه نكملو المراحل. اللي مزروب عليه غيخليه على الاقل واحد ساعه ولا ساعتين، ولكن كل منين ينزل السكر كامل كل شويه نحركوه باش داك السكر يذوب. ضروري خاصو يذوب مع الماء، عاد نحطوه فوق البوطه باش تنجح العمليه ان شاء الله. بسم الله. كما قلنا 2 كيلو في إطرة الماء. بسم الله. حاولوا نهبطوه بالمعلقة غير شوية، نعاونوا شوية صافي، غير باش ملي يبدا يذوب ما يطيحش لينا هكا من الجناب. صافي، ونخليه حتى يهبط كامل. بعد ما خلينا السكر ديالنا داب مزيان كما كتشوفوا، غير واحد الملاحظه، الليله كامله وباقي مازال السكر لتحت حاتل. يعني اللي غيدير قالب ديال السكر من الاحسن يديرو بالليل وحتى الصباح عاد يبدا يوجدو. واللي هو مزروب على هاد العسل يدير السنيده، واللي عنده قالب السكر بحالي يديرو بالليل ويخليه حتى الصباح عاد يخدم به، اولا يديرو في الصباح ويبقى كل شويه يحرك حتى يذوب معاه السكر، عاد ديك الساعه يديرو فوق البوطه يطيب. دابا غنضيفو على هاد السكر بعد ما ذاب، غنضيفو حامضه مقطعه وليمونه، وما نقطعهمش شرائح رقيقه بزاف، ضروري يكون في هاد العبار، يعني واحد نقولوا سنتيم ما كاملش يكون في هذا العبار، لان هاد الليمون وهاد الحامض هو اللي غيبين لينا بان السكر راه طاب، حيت غيولي اللون ديالو مارو، يعني احمر جاي المارو. حامضه صغيره وليمونه متوسطه، واللي بغى يدير غير الحامض بوحدو يكتفى بالحامض يديرو. المهم الاساس ديال هاد العسل هو السكر والماء والحامض، اللي بغى يزيد شي منسمات يزيدها. انا مالفا كندير العسل بالمنسمات، ولكن هذاك ما تيليقش، يعني الا كنتو باغي ديروا هذا العسل باش ديروه للبريوات او للشباكيه، من الاحسن ديروا هكا غير الحامض والليمون. ولا كنتو باغين ديروا هكا غير الماكله او ندهن بها هكا البغرير ولا المسمن، ديك الساعه تقدروا ديروا اضافات اخرى بحال القرنفل، القرفه، الزعتر، اتاي حبوب، ديرهم في واحد الكميميسه وديروهم حتى يطيبوا معاه، ومن بعد كتحيدوه. انا كنفضل لي يكون ديال المعسلات غير بالحامض والليمون والسكر. والدور ديال الحامض باش ما يخليش هاد العسل باش ما يرجعش يتحجر لينا. المهم غنحطوه فوق البوطه، وضروري طريقه الطياب خاصكم تردوا البال معاه. بغيت نوريكم القياس ديال البوطه، ما خصش البوطه خاص تكون معنا هكذا، ما تكونش مجهده وما تكونش ميته، يعني زايده شوي على ناقصه بزاف. ها
غادي نسدو على الكوكوط. غنحطو الكوكوط من بعد ما تغلى حتى نسمعو الصفاره كتصفر، وغنحسبو 35 دقيقه. 35 دقيقه عاد نطفيو عليها ونخليو الكوكوط يعني حتى تخوى من نفس، عاد نحلوها نقلبو. السلام عليكم. بعد ما دازت 35 دقيقه غادي نحلو عليها نشوفوها وغنقولو ان شاء الله شنو نديرو من بعد. كما كتشوفوا معانا مازال حامض، حامض الليمون باقي ما خداوش داك اللون اللي بغينا، باقي اللون ديالهم مفتوح، يعني حتى الليمون غيولي اللون ديالو مارو، والعسل حتى هو غيولي اللون ديالو حمر بزاف. بعد ما زدنا 10 دقائق غنشوفوا دابا فين وصل العسل. بسم الله، كما كتشوفوا معانا تغير شويه اللون ديالو، مازال خاصو نزيدو نشعلو عليه البوطه. المهم غنعاود نشعل عليه البوطه، هاد المره ما غنغطيش، غنشعل عليه البوطه حتى يبدا يتقال ليا. في هاد المرحله منين درنا فوق البوطه غادي نمشي ندق شويه المسكة الحرة مع شوية السنيدة في المهراز باش نضيفوه. المسكة الحرة الضو ديالها، ناخدو المسكة الحرة منديروش كاملة، نديرو غير النص ديالها، النص ديالها غير واحد شوية، هي ميمكنش تدق بوحدها حيت غتلصق لينا في المهراز. غنضيفو عليها شوية سنيدة، خد معلقة صغيرة. بسم الله. المرحلة الأخرى اللي قبل الأخيرة غنضيفو المسكة الحرة اللي دقيناها غير شوية، شي إلا كانوا حبيبات شي 6 الحبات ولا 7، غنذوقوها مع شويه سكر سنيده وغنضيفوها في هذه المرحله. كما قلنا الدور ديال المسكه الحره انها كتقل لينا شويه العسل كيجي معلك. ناخذ واحد الطبسيل صغير ابيض نديروه في المجمد، نخليه شويه حتى يبرد، منين يبرد ناخذ واحد شويه العسل نكبوه هنايا شويه، اللون ديالو راه بدا ياخذ اللون دا يغمق. المهم غنخليه واحد شويه بما يبرد لينا هذا، علاش درنا التبصيل في المجمد باش يبرد لينا العسل دغيا، باش نشوفو الا بغينا داك القوام اللي بغينا وصلنا ليه. غنطفيو على البوطه، لقيناه مازال غنخليو البوطه مازال باش يتبخر الماء والعسل اللي يتقال. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشاء. باش نعرفوا العسل طاب كنشوفوا الليمون اللي كيوصل لهاد المرحله الحامض، ندير فرشة وصل الحامض الليمون هذا اللون، نعرفوا ان العسل صافي بارك عليه من الطياب. نحيد القشور ديال الليمون والحامض، هادو ما كنرميهمش، البنيات كيعجبهم ملي كيبرد كياكلوه، وكاين اللي كيحتفظ به وكيزين به هكا الكيك. كما كنشوفوا العسل كيبان لينا جاري، يعني
اللي ما اول مره غيصايبو غيقول راه يمكن ما صدقش ليا. لا باش نعرفو خاص ضروري يبرد. انا غناخد شويه في طبسيل اللي ما مزروبش يحطو على برا حتى يبرد على خاطرو ويقلبو، واللي مزروب يديرو في المجمد ومن بعد يقلب بالمعلقه، راه غيبان القوام اللي بغا، القوام اللي بغا ديك الساعه راه غيحبس. كما كتشوفوا داك الشويه اللي خدينا قبيله درناه خليناه حتى برد، شو كيولى العسل تبارك الله بحال خاص يولي عندنا. ملي توصلي لهاد النتيجه عرفي بان العسل ديالك نجح. غير ما تعطوش الطياب ثاني بزاف باش ما يقصاش، وفي حاله قصاح ليكم الغد اللي في الصباح قلبت ولقيتو قاصح اكثر من هكا، يعني كديروا معلقه بغيتو تهزو ما بغاش يتهز ليكم، ديك المرحله تعاود ترجعوا للكوكوط وديروا واحد كاس الماء طايب يكون طايب داك كاس الماء، وتخليه فوق البوطه يغلى غليه الاولى الثانيه صافي وطفاو عليه. ومع التحريك من تغلي يغلى داك العسل مع داك كاس الماء وانتوما كتحركوا صافي طفاو عليه، غير رجع القوام يخفاف ما تزيدوش الماء اكثر من القياس. ولا تبعتوا الطرق اللي قلت لكم من البدايه حتى الاخر، تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله غينجح معاكم. بسم الله ضروري خصو يبات باش توصلوا لهاد القوام. واللي بغاه للشباكيه اولا البريوات اولا سميتو من الاحسن تصيبوا العسل في الدار. بالنسبه اللي اول مره تجرب قبل ضروري خص العسل يكون عندنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل في الدار عاد نستعملو. ما تخدميش داك النهار والغد ليه تستعمليه المعسلات، يقدر ما ينجحش معك. ضروري يومين 3 ايام تشوفي خص يبقى نفس الشكل وما يتحجرش العسل. اي وحده بغات ديرو في الدار المعسلات يعني تستعملو الشباكيه ولا البريوات تستعملو قبل واحد 3 ايام ولا 4 ايام باش تعرفوا ما غاديش يحشمها. انا ديما كنديروا هذه هي النتيجه اللي كنوصل لها دائما، كنديروا بالعشوب وكنديروا بالعشوب، هذا بالعشوب غير بالحامض والليمون. واللي بغات دير العشوب كدير القرفه قرنفل الزعتر المناسبات اللي كتبغي اتاي كديرهم في واحد الكميميسه وكتلوحهم مع السكر في اللون اللي كتكون كتوجد فيه. هذا بلا عشوب، هذا غير بالحامض والليمون، جا واحد المذاق رائع كنتمنى تجربوه. ما قلتش لكم في بدايه منين طاب لينا العسل ضروري منين نحيدو داك الحامض ضروري نصفيوه باش نحيدو ديك البقايا ديال الليمون والحامض ونخليوه حتى يدفع عاد نصفيوه. والوقت ديال الطياب عندنا تقريبا ساعه ديال المكانه، كنديرو 45 دقيقه في الاول، ملي كتصفر صفاره نحبسو حسبو 45 دقيقه ونطفيو عليه نشوفو لبان لينا ولا اللون ديالو تغير راه نعرفوه طاب. وتردوا عليا في التعاليق كي جاكم، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه.